أخبار خدمية كتير شهدتها محافظات الجمهورية، ونبتدي بمحافظة الدقهلية واللي أعلنت صرف الدفعة 191 من قروض مشروعات شباب الخريجين. وكمان في كفر الشيخ تم فتح باب التراخيص ل 20 سيارة أجرة في مركز بيلا. تمام. أما في شمال سيناء فاتخذت مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات والاستعدادات لموسم الأمطار. هنتابع طبعا كل هذه التفاصيل وأخبار أخرى من محافظات مختلفة في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية أعلنت صرف الدفعة 191 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2024 بإجمالي 790 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وبلغ عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 25 شاب وفتاة لإقامة مشروعاتهم. وافقت محافظة كفر الشيخ على فتح باب التقدم لترخيص 20 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكب بمركز مدينة بيلا للعمل على خطوط سير بيلا كفر الشيخ اعتباراً من يوم 24 حتى 31 أكتوبر الجاري. في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال استكمال تأهيل مرحلتي المعالجة الثنائية بمحطة معالجة صرف صحي الكولا اللي بتبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب لكل يوم، والتي من المتوقع الانتهاء منها في إبريل 2025 بتكلفة 186 مليون جنيه بجانب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مزرعة صرف صحي الكولا بقيمة 2.4 مليون واللي بتتمثل في الأعمال الكهروميكانيكية. مدينة العريش أعلنت تنفيذ حملة تطهير غرف تصريف الأمطار في المدينة استعداداً لدخول فصل الشتاء ومواجهة موسم الأمطار، وبيعمل فريق متخصص من إدارة الأزمات والكوارث في مجلس المدينة لضمان جاهزية نظام التصريف ومنع تجمع المياه في الشوارع خلال فترات الأمطار، وده في إطار خطة متكاملة للتعامل مع التغيرات الجوية وضمان سلامة البنية التحتية. في جنوب سيناء زار مدينة سانت كاترين 244 سائح من مختلف الجنسيات لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية وتسلق الجبال ومشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر لتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس، وعقب الانتهاء من تسلق جبل موسى زاروا دير سانت كاترين وكنيسة الجماجم ومكتبة الدير وشجرة العليقة اللي احتمى بيها سيدنا موسى. أكدت مديرية الزراعة بالمنوفية توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة، وتم الانتهاء من توزيع ما يقرب من 54 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة اعتباراً من بداية الصرف للموسم الصيفي في الأول من إبريل 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وده مع التأكيد على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية اللي بتبلغ ما يزيد عن 7132 طن و550 كيلو يوريا ونترات، وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين. افتتحت محافظة المنيا معرض مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المقام على مساحة أكثر من 500 متر بحي جنوب مدينة مطاي لخدمة أكثر من 200 ألف مواطن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبهدف توفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة وفي إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. وبيأتي إقامة هذه المعارض تفعيلاً لمبادرة بداية لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية. أعلنت مديرية الطرق والنقل بالأقصر أنه تم البدء في أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت بعد أن انتهت أعمال الغاز الطبيعي بالطريق وانتهاء أعمال كافة المرافق، وبيبلغ طول الطريق حوالي 3600 متر تقريباً بتكلفة تقديرية لكافة الأعمال تصل ل 10 مليون جنيه، وده لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ليهم.